حذر رئيس حزب الأمة القومية الصادق المهدي من نتائج سياسات اتخذتها سلطات الفترة الانتقالية اعتبرها عيوبا لهذه الفترة. وقال المهدي خلال خطبة عيد الأضحى إن قوى الحرية والتغيير كونت مجلسا قياديا مختل التوازن ومسلوب الإرادة، وأن من أهم عيوب المرحلة أن الحرية والتغيير أقصد قوى سياسية تستحق المشاركة في المرحلة الانتقالية. واعتبر المهدي أن الفصائل الثورية التي دخلت مع السلطات الانتقالية دخلت بطريقة غير منهجية، ومع أن بعضها كان جزءا من نداء السودان فقد غابت مشاركتها في الحاضنة السياسية. ودعا المهدي إلى تشكيل تحالف سياسي سماه قوى الوسط، كما خاطب القوات المسلحة بضرورة دمج الحركات المسلحة وتشكيل هيئة أركان موحدة تدعم التوجه الوطني في السودان.